معي عبر الهاتف من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دومت. يعني فيما يتعلق بالجهود للخروج بأقل الخسائر، فيما يتعلق بتغير المناخ، لأنه طبعا في جهود عديدة ممكن أن تبذل، يئسنا من هذا الموضوع. على الأقل لنفهم أكثر عبر التاريخ تغير المناخ الذي حدث، أهم ما حدث وما الذي أدى إليه من كوارث مثل ثوران البراكين وغيره. نحن خلينا نحكي اليوم ويسرنا، وهالدراسات اللي انعملت كثير مهمه. انا بدي شدد على نقطه، قديما عندما بيكون الشعوب القديمه كان عندها نظره وقت اللي يصير عندهم جفاف لفتره طويله وحراره عاليه كانوا يخافوا من حدوث زلازل ومشتقاتها، وكانت تصير. هالموضوع هيدا يرتبط ارتباطا كليا بالطبقات التكتونيه والغلاف الجوي، الغلاف الارضي العلوي. بما معنى انه عندما بيكون في عندنا ارض مليانه كميات ضخمه من المياه وعامله ثقل على التصفاح التكتونيه، مما يؤثر بعدم تحرك نهائيا. ولكن عندما تنخفض كميات الرطوبه وكميات المياه الموجوده على سطح التربه وتصير تربه، اول شيء خفيفه الوزن وخفض الوزن بشكل كثير عنها، هي ما يسمح بتغير بنوع ما من الصفائح التكتونيه ويؤثر على البراكين الداخليه، لان غرفه الصهاره او موقع الصهاره يتاثر بضغط ما معين ليضل مضغوط هالبركان وميسور. عندما بصير في نوع من عدم التوازن بين الطبقه العليا وضغط البركان الداخلي، مما سيؤدي الى الانفجار. ايضا بالمناطق الجليديه، المناطق الجليديه فيها كميات عاليه ضخمه جدا من الجليد المائي يلي هو عامل طبقه سميكه جدا ولها ثقل ووزن عالي جدا. عندما تبلش هالطبقه الجليديه بسبب التغير المناخي وبسبب تغير الحراره ككل، الطبقه تبلش تنخفض، مما يساعد على الضغط الجوي للبركان من ان يسور ويقوم بقذف الحمم الى الخارج، لان الطبقه التي كانت ضاغطه ولن تترك من الضغط انه يسور البركان، عندما تنخفض الضغط وكميتها مما يسور البركان وتتغير الصفائح الداخليه ككل، ويصير في عندنا نوع من بركان سائر. الموضوع الاخطر من هلا اللي عم نحكي انه المناطق القطبيه والمناطق الجليديه بالعالم في تحت منها براكين كثير، اماكن براكين، وجود براكين الى 2000 سنه واكثر و3000 سنه منا سايره نهائيا. بس ولكن الخوف الاكبر عندما بيكون في نوع من انخفاض الطبقات العليا، انخفاض الوزن الطبقات العليا، وهي الوزن الاساسي هو الجليد اللي بيكون بمليارات الاطنان. هون الخطر الاكبر انه يرجع هالبركان يصير في نوع من من انخفاض الوزن ويصور. هذه الدراسه حكيت عن هالموضوع تحديدا، مما يعني ان التاثير المناخي وتغير نظام البيئه على سطح الكوكب وتغير نظام المناخ على سطح الكوكب هو الاساس بكل العوامل البيئيه اللي عم نشهدها والكوارث البيئيه اللي عم نشهدها. انا اشكرك جزيلا من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئه العالمي والمرجع البيئي العالمي. شكرا دكتور دومت.